حدث ثاني تواجدت في يسرى مثل ما سبق وخبرناكم في بداية حلقتنا، وهو خاص بمشروع عقاري تم إطلاقه في مصر وحضر عدد كبير من النجوم. ومن وحي المناسبة حبينا نسألهم إذا يفضلون أنهم يعيشون في شقة أو في فيلا. بتفضلي شقة ولا فيلا؟ على حسب شكل الفيلا إيه والشقة مريحة ولا لا، على حسب، كله على حسب. لا ليه علاقة بالمساحة واللي أوت، بس أنا أحب بنت هاوسز أكتر، يعني بنت هاوس أكتر، الحاجات اللي فوق ومساحة كبيرة أحبها أكتر من فيلا. ويبقى الشيء المؤكد لهاللحظة هو شفاء أبو للمرة الثانية من فيروس كورونا. الحمد لله على السلامة للمرة الثانية. الله يسلمك رندا، ثانك يو. أقل من شهر كورونا؟ لا شهر، أقل من شهرين. شهر وإيه، الأعراض كانت أخف هالمرة. الحمد لله. طبعاً أنت جات لك صدمة، استغربت عشان كنت دايما بيقولوا الاجسام المضاده بتقعد 3 شهور، فاتصدمت ان جات لي بسرعه كده، بس الحمد لله جت، ما يعني عدت على خير. انت اول ما خفيت عملت ايه؟ طيب انطلقت ولا لا خالص؟ انا بالعكس عشان خاطر جربت الكورونا قبل كده، فكنت بقى واخد بريكوشنز كتير، بس انت بتصارعي فيروس حجمه ملي، ف جالي ما اعرفش جالي ازاي الصراحه. وهالفيروس ذاته ترك اثر على عائله حميد الشاعري في بدايه الازمه، بعد ما اضطر يبتعد عن بنات نوره ونبيله لمده 90 يوم بسبب احتجازهم في الخارج. وبعد ما اعيد لم شمل العائله، خرجت نبيله باغنيه من الحان والدها. طبعا احنا قابلنا بنتك نبيله في دبي. صحيح. وطبعا كان لنا معها لقاء وحوار مطول في دبي. كيف عم بتشوفها؟ بتشجعها؟ خاصه هي قالت في احد الحوارات انه لا انت عايز منها ما تركزش قوي على الانجليزي، لغاني الانجليش برضو الهوية العربية تبقى موجودة في الأغاني. يعني أنا مش فاهم معي انجليش، المهم تغني وتغني صح وتبقى دارسة وفاهمة، هو ده أهم حاجة بالنسبة لي. أما عن أعمال حميد الخاصة فهو انتهى من تسجيل أغنية زحمة الأيام اللي مثل ما صار معروف إنه ما بيقدمها لوحده. الرباعي جاي، هي الرباعي بعد رمضان، الرباعي إن شاء الله، الأغنية اللي هي الرباعية كوادرو أنا والعبد الله ومصطفى عمر وإيهاب توفيق وشام عبد الناصر، إن شاء الله بعد العيد على طول ان شاء الله. احكي لنا عن الاغنيه، يعني احنا كمان تفاجئنا انه انتم كان في تعاون، ولكن تفاجئنا انه كان التعاون لاحد الاعلانات. الاغنيه جاهزه، بس هي الفيديو كليب شويه عاملين حاجه حديثه جدا يعني عشان تعجب جيلنا وتعجب الجيل الجديد يعني، فطولت شويه يعني، بس عاملين فيديو كليب كتير عجبكم. ايه الستوري بورد؟ اغنيه انسانيه، هي قصه الاغنيه الشاعر سامح العجمي الله يرحمه، والملحن اشرف سالم الله يرحمه، آخر حاجة كتبوها ولحنوها يعني وسمعوهاش، ده سمعوش الأغنية يعني، فإحنا عاملين الأغنية دي إهداء إلى روحهم يعني، إنسانية جدا يعني.